فاكرين حضراتكم السنة اللي فاتت كان إنتاج المانجا عامل إزاي؟ ما كانش فيه إنتاج المانجا وإحنا كلنا كنا زعلانين ومتضايقين. السنة ده الحمد لله الإنتاج وفير جدا، وتحديدا في الإسماعيلية. منى الشرقاوي كانت في الإسماعيلية وعملت لنا فقرة مهمة جدا عن موسم حصاد المانجا، وليه الإسماعيلية هي ملكة المانجا زي ما بنقول كده، زي ما بنحسد اسكندرية في الصيف وفي الشتاء كمان دايما نحسد الإسماعيلية على المانجا، لأن هي مشهورة بالفعل بزراعة المانجا لدرجة إنه بقى فيه دلوقتي مهرجان ضخم للمانجا في الإسماعيلية. آه يا ليل يا قمر والمانجا طابت على الشجر. أهالينا طول عمرهم بيغنوا ويفرحوا بمجيء المانجا، وإحنا تعودنا معاهم إن الصيف يعني مانجا. فرحتنا بالمانجا بتبتدي تظهر أول ما بنبتدي نشم ريحة المانجا في الشارع، ونبتدي نشوف اللون الأخضر والأصفر والبرتقاني وهو موجود في الأسواق. الإسماعيلية بقى الفرحة فيها مختلفة، لأنهم متعودين على موسم كبير للمانجا. 125 نوع مانجا كان موجود في السوق المصرية من أول السبعينات ولغاية دلوقتي، أنواع منهم ما بقتش موجودة وأنواع منهم لسه موجودة معانا، وأنواع تانية قدرنا إن احنا نستخلصها ونطعمها علشان نزود الإنتاجات. ودخل علينا كمان بعد التصدير وبعد الجودة الكبيرة اللي بقت مشهورة عن مانجتنا بالذات المانجا الإسماعيلاوي، دخل علينا أنواع تانية سمعنا أسامي مش متعودين عليها، كيت وكنت وكريمسون وسايبر، لكن المانجا القديمة اللي احنا عارفينها الزبدية والعويس والفص والصديقة لسه موجودين. ده موجود وده موجود، ده له سوقه وده له سوقه. الإسماعيلية بقى فكرت انها تعمل حاجة مختلفة، بدل ما كان كل صاحب مزرعة يعزم أصحابه وأهله وقرايبه في احتفالية كده علشان يبتدوا مع بعض موسم الحصاد وعشان يبتدوا يدوقوا ويفرحوا بفرحة المانجا، وعشان كده محافظة الإسماعيلية قررت إنها السنة دي تعمل حاجة مختلفة، تعمل مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجا، وهيبقى كبير جدا ويمكن نقول يا رب نوصل بيه السنة الجاية للعالمية. ريس محمود، ايوه ازيك؟ الله يخليك. خلصتش القفص يا ريس محمود؟ لا لسه، بتاع 10 دقايق لسه. انا برصها. تعمل ايه دلوقتي في الرص ده؟ انا برص ده عشان خاطر بوديه محلي ماشي، وبرص اهو المانجا. اي نوع بيترص كده ولا كل نوع له طريقه؟ لا كل نوع له طريقه رص، يعني كل نوع له طريقه، يعني شوف بترص ازاي عشان شكلها. بس هي مانجا حلوه يعني، ما فيش فيها حاجه، بس عشان خاطر الشكل يعني مش اكتر من كده. دي ايه دي سايبر؟ دي دي سايبر. دي ما نعرفوش السايبر ده، مش متعودين عليه. ما دي اجنبي، كنا حافظين بقى كيت، لا حافظين زبديه، حافظين فونس، في كل حاجه. ما هو دي سايبر، دي موجود. في عندي برضو تومي هنا اهو، في برضو اصناف تانية. ده الاصناف الجديده دي، دي الاصناف الجديده. دي المستورده، دي الاجنبي، دي كلها الاجنبي. دخلت لنا امتى بقى؟ احنا مش متعودين عليها يعني، بقى لنا قريب بس نعرف عنها 4-5 سنين مثلا تقريبا، يعني تزيد شويه تقل شويه تقريبا، في الحدود دي. ليه حطيت دول هنا وليه حطيت دول هنا؟ دول نمره 2 مش الحب الصغير ده، عشان الحب الصغير. يعني احنا بنظبط الزرع، يعني ده بنمره 2 ده بتطلع لوحدها، والفاخر ده بيطلع لوحده. تمام. عشان ايه الزرع يكون ايه مظبوط. الوانها انا شايفه الالوان مختلفه، الالوان دي لها اي علاقه بقى بالتسكير بالريحه باي حاجه ولا هي الوان بس وخلاص؟ هي لا، دي عادي طبيعه الزرع كده عادي، مفيش فيها حاجه دي. المانجا عندنا بقى بتاخد قد ايه على الشجر عشان تطلع لي؟ انت كده خلاص خلصت ده؟ دي خلص. تمام. هشتغل على نمره 2 ده؟ لا نمره 2 الحب الصغير مش هشتغل عليه، هطلع واحد تاني. لا هشتغل يعني، بس الصغير اللي زي ده كده وانا بشغال بطلعه كده. وانا شغال نمره 2 ده بطلعه. تمام. وبقى جنبي كده. بيروح فين بقى نمره 2 ده؟ بيروح عصير؟ ده بيروح عصير. ده بيطلع عصير. مصانع ولا محلات العصير؟ لا والله ولا من ده على ده. في ناس بتيجي تاخده مصانع، وفي ناس بتيجي تاخده محلات العصير. تمام. مش كله يعني. انا خدت بالي واحنا قبل ما نبتدي التصوير، لقيت صناديق كرتون وصناديق فوز زي دي، تفرق في ايه؟
ما تفرقش في حاجه، ما هي دي بس يعني ان الدي بتبقى ميزانها يعني بتختلف خمس اتقل شويه 15 كيلو، دي بتبقى 10 كيلو، فبناخد الاثنين. يعني في ناس بتقول لك انا مثلا عاوزه كرتونه 10 كيلو، ملهاش علاقه يعني باني هيتصدر وانا لا 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 كله بيبقى عادي يعني، دي عشان خاطر بتاخد اتقل 15 كيلو ودي بتاخد لها 10 كيلو. طيب كله بيبقى له ماده صمغيه كده من اول الراس بتاعتها، انا شايفه في منهم مطلع زي عصير كده بقى ولا خلاصه دي ده الميه بتاعت الحبايه، مفيش فيها حاجه دي دي تبقى الحبايه. لا دي حلوه، دي ريحتها حلوه وكل حاجه. دي ميه الحبايه، مش دي بتاع الحبايه مثلا وهي على الشجره كده بتيجي بتنزل ميه، مفيش فيها اي حاجه دي. طيب وقت القطع بقى، انت اصلا اشتغلت في القطع ولا انت بتشتغل في التغليف بس؟ لا احنا شغالين والتعبيه، احنا شغالين في الاثنين عادي، مفيش فيها قطع وتغليف وكل. طيب لما تيجي بقى بتشتغل في التقطيع عشان تختار الثمره اللي هتقطعها، بتشوف بقى انهي وقت اللي بيتقطع فيه، لو هي هتنزل محلي وامتى تتقطع لو لها تصدير، يعني التصدير دي هتسافر وهتاخد وقت، هل بتاخدها؟ لا بتاخدها ناشفه قوي يعني. لا التصدير بتصدرها بتاخدها ناشفه، اما دي بنسيبها تستوي على الشجره كده ماشي ومتطحها، يعني تبقى واقفه كده على الشجره وهي نروح طبعا بنشوفها تبقى باينه زي كده ماشي، ان هي محمره كده وظاهره ان هي مستويه حمار على صفاره، بنيجي قاطعينها وحاطينها في صناديق كبيره ماشي وبنجيبها كده وبنعبي بقى. طب ما دي خضرة ماشي، ما معلش مستويه قوي، ما احنا اللي بيشغال يعني مش عادي. ايوه طبعا ممكن يجيب برضو ني. بيتقطع بقى بالمقص ولا بيتقطف بالايد ولا ايه، ولا كل واحده لها نوع ولها طريقه؟ والله عادي، في مقص وفي بالايد يعني مش شرط يعني، مش مشكله. لا عادي طيب طريقه الرص بقى، انا شايفه انكم بين الطبقات بتحطوا حاجه كرتون كده عشان بس نظبط الرص زي كده. بصي يعني ايه، خلينا بنرصها اهي زي كده. انت بتعدل على راسي يا عم محمود؟ ده راسي جميل. ايه مش عاجبك راسي ليه؟ انا بحطه عشان خاطر بس الحب لما احطه فوق بيبقى مظبوط ادي كده. تمام ما انتوش مقيدين بقى بعدد معين؟ لا لا مش مقيدين، حسب الرصه احنا ادينا شغالين في الصف ولا حاجه. لا لا شغالين اهو، لكن مقيد بحجم المانجا انه يبقى تقريبا متقارب. عليه زي الحب الصغير زي كده بنطلعه كده ماشي، والحب الايه كبير ده بنحطه في الرصه كده. بس انا شايفه ان برضو ممكن يحصل نسبه هدر ولا حاجه في الطريقه دي من ناحيه حد وهو ماشي يدوس على منجايه، حد وهو ماشي وانتوا بتعبوا. والله احنا منبهين، والله احنا واخدين بالكم. طبعا، امال ايه، ما الناس دي شغاله على ان ربنا يسلم وعلى الخبره بقى. الناس دي شغاله من زمان في المجال ده طبعا، وعارفين الشغل طبعا وعارفين النظام. طيب انتوا عز الموسم بيبقى شهر 8 ولا هو الموسم كله بيبقى شهر 8؟ لا الموسم بياخد له، المانجا بتاخد لها بتاع حوالي شهرين شهر ونص يعني، وحسب المانجا الاجنبي دي تتاخر شويه مثلا بتخش في 3 شهور. تمام، فانتوا دول بيبقوا 3 شهور بتوع الشغل بتوع بتوع الشغل بتاعنا. شوف عم محمود، انا حطيت المانجايه وانت شلتها عشان حطيتها غلط. ماشي اديني متعلم معاك. الثلاث مدايل يوم الفرح هايل، الثلاث مدايل يا عم محمد يومك بيبتدي ازاي؟ بتصحى الساعة كام؟ بتنام الساعة كام؟ بتنزل البيت كام؟ وبتيجي هنا كام؟ بنام على 9 10 بالظبط. بتنام على 9 10 بصحى الساعة مثلا 5 الصبح، 5 ونص 5 وربع بالكثير على صلاة الفجر. قبل بعدها بشوية اكون نازل المانجا، لان المانجا لازم تتقطع بدري عشان لما تلحق تنشف ميتها. بتكون تاخد لها حوالي ساعة ساعة ونص. تمام، بنزل بعد ما تنقطع نرميها الارض عشان تنشف وبنضطر نلمها. تمام، والدواء باخد معانا وقت. بس انا شايفه انواع مختلفه، يعني ناس بتبقى حاطه شبك تحت شجر، الشجر العالي بيتحط له تحته شبك، والشجر الواطي اللي حوالينا مش ده مش كله، مش كله مرتفع قوي. لا مش كله، ما فيش بيتقطع بايديك، ما بتستنوش لما يقع. لا 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 مش بستنى لما يقع على الارض. تمام تمام، عندك كم من الولاد يا عم محمد؟ انا عندي 5. والخمسه معانا هنا في المزرعه؟ لا معايا عبد الله بس، ما شاء الله، وثلاث بنات في البيت، وعبد الرحمن لسه يعني صغير سنه حوالي 4 شهور.
دكتور فتحي محروس مدير عام قطاع التسويق والعلاقات الخارجيه بمحافظه الاسماعيليه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا دكتور. يعني احنا شايفين ان احنا موجودين، طبعا الجو مشمس جدا فمش عارفين نبقى يعني شديدي الحركه في كل مكان، لكن احنا شايفين المحصول ما شاء الله طارح وحاجه تفرح. السنه اللي فاتت واللي قبلها كان يمكن في عجز الجوية شويه لظروف ما، لكن السنه دي الوضع مختلف خالص. هو الحمد لله يمكن محافظه الاسماعيليه من المحافظات الرائده في مجال التصدير في جميع انواع المنتجات الزراعيه، وده يرجع لقطاع الشؤون الارشاد الزراعي والمكافحه وقطاع البساتين. احنا منظومه واحده بنتعامل ك تيم واحد عشان نقدر نطلع المنتج بصفة كويسة تليق بمحافظة الإسماعيلية، لأن احنا من المحافظات اللي هي بتصدر منتج بتاعها لجميع دول العالم. تمام. وكان من أهم حاجة عندنا معالم محافظة الإسماعيلية لواء شريف بيه فهمي بشارة، طلب إن احنا نعمل مهرجان لمحافظة الإسماعيلية، مهرجان المانجا. وده كان حقيقي فكره جميله جدا ان احنا بنجيب المحافظه لها سابقه، يعني اميرات الفراوله، مهرجان الربيع، المحافظه مبهجه وفيها محاصيل كتير، فبتخلي الناس تبقى فرحانه انها تشارك في مهرجان. الفكره الجديده ان احنا هنجيب المستورد لحد عندي يشوف المانجا ويشوف مواصفاتها، سواء انت عايز نوع المانجا بتاعتك في انهي دوله. وده ميزه في محافظه الاسماعيليه، ان هي المحافظه مكوده على مستوى دول العالم ولها مواصفات دوليه بتصدر اي منتج على مستوى دول العالم، نبقى بنقول ده منتج من محافظه الاسماعيليه. لا استنى بقى يا دكتور، نقف هنا. يعني ايه انت بتختار المانجا اللي على مزاجك؟ كل بلد ليها طريقه تختار بيها المانجا؟ كل على حسب دوله استخدامها ليها، ولا لا. على حسب نسبه السكر فيها، نسبه الاملاح بيبقى كل دوله ليها مواصفات، لان كل واحد ليها اذواقه طبعا. فالطبيعي ان انا مش هطلع لك مانجا انت مش عايزه المانجا دي طبعا، فبالتالي انا بطلع لك انت عايزه ايه. فمن الحمد لله من مراكز البحوث احنا بنستنبط اصناف عاليه الجوده وعاليه التصنيع، وسواء بنطلعها معجون او فريش، مانجا فريش اللي هي المانجا السمراء، او شرايح مانجا. فبالتالي اصبحنا دلوقتي حتى بنصدر للدول الهند اللي هي هم بتوع المانجا اصلا، احنا بنصدر لها والحمد لله. يمكن الحمد لله محافظه الاسماعيليه من المحافظات اللي هي اصبحت لها سمعه في عمليه التصدير، سواء في الخضر او فاكهه او النباتات الطبيه وعطريه او المحاصيل الحقليه. طبعا خلينا نتكلم على المانجا، احنا النهارده موجودين تمام عشان المانجا وجمال المانجا. واحنا متعودين لما يجي موسم الحصاد بتاع المانجا، يمكن ده المهرجان الاول اللي هيقام الحمد لله للمانجا، لكن كان بيتعمل على نطاق تاني بقى. اصحاب المزارع كانوا بيعزموا اصحابهم وقرايبهم ويعزموا الناس تدوق والتجار يجوا يشوفوا، فده كان بيبقى على مستوى مختلف تمام. احنا مش شامين ريحه المانجا اللي احنا متعودين عليها في البلدي، احنا عندنا اصناف جديده نازله معانا في السوق باسعار كويسه وبكواليتي كويسه جدا تمام. هي اصناف المانجا الاجنبيه طبيعي ما بيبقاش ليها ريحه المانجا البلدي، فبالتالي دي اللي انا ببقى بحتاجها بره، لان دي اللي تحتاج وقت طويل عشان السفر تمام. فبالتالي انا بحاول ان انا لما بصدر المنتج بطلعه قبل النضج، عشان على ما يوصل للدوله اللي انا متعاقد معاها فبتطلع ثمرة جيدة وثمرة قابلة للتزويق. وحسب بقى هو كل واحد عايز ياخدها في ايه؟ ما ممكن، لان نظام التصدير يا اما باسكت 10 كيلو او 5 كيلو او 3 كيلو حسب الدولة ما بتقول كمان، او المصدر بيقول لي. فبالتالي انا بقول للشركة المصدرة انا عايز المواصفات كذا، بالكرتونة ليها بعد مسافات عشان ما تحتكش المانجا ببعضها تمام. فعشان قبل ما اطلع المانجا انا عندي رقابه على الصادرات، وعندي الحجر الزراعي، وعندي هيئه السلامه الغذائي، وعندي اداره الجمارك قسم الاجراءات تمام. دول كلهم منظومه واحده احنا بنشتغل مع بعض،
ما بنشتغلش الا واحد لوحده، لان واحد لوحده مش هيعمل كل الحاجات دي. طب خلينا نرجع بقى للمانجا اللي بره، عايزين انواع ايه من المانجا الاجنبي اللي احنا بنزرعها؟ معظم الدول اللي زي العربيه، الدول العربيه بتحتاج يا اما سناره يا اما عبوس يا اما زبده يا اما زبده دي بتاعتنا وعويس دي بتاعتنا، يا اما تيمور يا اما الاصناف الاجنبيه اللي هي بجميع اصنافها. كيت وكنت والكايبر والحاجات دي بيبقى سهله وبيبقى سعرها كويس بره. فبالتالي لها مواصفات معينه، قشرتها مثلا ممكن تكون سميكه اكتر، الالياف اللي فيها هو تكون مختلفه، ليها مواصفات نسبه الملوحه بتبقى في الثمر اقل. فبالتالي هناك بره بيحتاجوها عشان نسبه الملوحه اقل، نسبه السكريات بتاعتها اقل. غير الاصناف الاوروبيه. فبالتالي انا الحمد لله مراكز البحوث والوحدات البحثيه في على مستوى الجمهوريه بتشتغل على الاصناف عاليه الجوده وعاليه الانتاج، لان الفدان من الاصناف الاجنبيه من 6 ل 8 طن، لو انا قارنتها بالاصناف المحليه 4 ل 5. انا بحاول انتاجيه مختلفه تماما. اقتصاديا انا عايز الزياده عندي. تمام. فهو ده المنظومه الاقتصاديه. وده اللي اكيد المراكز شغاله عليه انها تطعم انواع جديده من البلدي، نحافظ على السلاله وفي نفس الوقت نزود في الانتاجيه. ما هو ده الطبيعي، ان انا عايز احافظ على السلاله بس ازود انتاجيه، فانا بطعم اصناف على اصناف بتديني اصناف عاليه. بتصدر فين يا دكتور؟ بصدر الدول العربيه، جميع الدول العربيه. يعني احنا صدرنا لامريكا، صدرت للصين، صدرنا لليابان، تركيا، شرايح مانجا ومانجا فريش، وصدرنا لبلغاريا واسبانيا.